خلينا افترض انه عندي n بتساوي 10، يعني عندي 10 floors above ground، وعندي p بتساوي نقول 7. فعندي هلا هون القرارات راح تكون اروح على 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. وطبعا الجراوند فلور ما راح اخذه بعين الاعتبار، راح ناخذ 7 1 2 3 4 5 6 7 لحد سارة. هلا بدكم تفكروا بالرقم. ليش انا بقولهم هلا فكروا بالرقم؟ عشان يضل فعلا اندبندنت. لو بدا واحد يحكي راح يصير يقول انا احكي زيه ولا احكي ضده، او حاسس الكل المجموعه رايحين. فهلا بدكم تفكروا بالرقم، بدكم تثبتوه. الرقم بده يكون من 1 ل 10. السبعة ثبتوا الرقم بذهنكم، ما تغيروه، ما تتاثر باللي حكاه الناس الثانيين. 7 4 تمام ممتاز. هي عندي واضح هون، استفدت شوي، بديت استفيد شوي. في ستوبس، فرغم انه عدد الباسنجر 7، قديش عدد الستوبس؟ 1 2 3 4 5 6. فعندي اس بالحاله بهاي السيناريو. هلا اذا بضل اكرر اعيد عدد كبير جدا من المرات، قديش اس لازم يروح؟ على فكره اس هون ايش؟ في هذا الراندوم فيريبل. سمول اس از ا راندوم فيريبل. واحد اثنين زادي أربعة خمسة، آسف. مسألناش سارة، ضليتي ساكتة. ليش ضليتي ساكتة؟ إيش؟ سبعة. بس أنت سبعة غيرتي ولا كنت مقرر سبعة من الأول؟ تمام أوكي. إذا عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة. إذا S في هذا السيناريو الراندوم فاريبل خمسة، و S هو الإكسبكتد فاليو أوف سمول S أو يساوي 4. أوكي ماشي. طيب نعيد المثال هذا. إذا هي عندي هون S1 بيساوي 5. خلينا نعيده ثلاث مرات وناخذ الافرج تبعهم ونشوف. إذا بدنا نفس الشيء مجموعة ثانية يفكروا ما يتأثروا ببعض، ناخذ 7 من هون، 1 2 3 4 5 6 7. لا أنت هون 5 6 3 تسعة. عندي 1 2 3 4 5. وناخذ اخر حالة. مين ناخذ؟ ناخذ من اللي الشباب اللي ورا هناك. انتوا اخر ثلاثة، والثلاثة اللي قدامهم ومحمد نادر، مش هيك؟ يلا محمد نادر. بس هلا فكروا برقم وثبتوه، ما تغيروا بعدين، اذا رح تتأثر بالهاي. ايوه محمد نادر. تسعة. تسعة. ثمانية. ثمانية. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. كلهم طلعوا معنا خمسة، طبعا احنا كنا بنتمنى لو يطلع ستة، بس هذه هي الراندومنس. ايمتى بيبدا هذا الرقم يزبط؟ قديش الافرج هلا صار هون عندي اس؟ طبعا هون هم ثلاثة بس، ثلاث حالات، راح يطلع عندي خمسة ستوبس بير راوند تريب. طيب الرقم الصحيح قديش لازم يطلع حسب المعادلة؟ لازم يكون 10 في 1 ناقص 1 ناقص 1 على 10 للقوة 7. حد يحسب هذا الرقم بالله؟ هاي بتصير 1 ناقص 0.9 للقوة 7. خمسة بوينت. مش بطال هذا، رغم انه هو مثال هذا قصير وبسيط.